خلص العمر التقينا وافترقنا وما حكينا شو تذكرنا وشو ما نسينا بعدين معك لك رامز، بعدين معك لك حدا بالدنيا بزعل امه بالطريقه. والله العظيم لو امي عايشه لجيب لها احلى عريس. هي اللي زعلانه مني، انا اللي زعلان منها، وحقي ازعل منها. فادي رح اقول لك شغلي، انت مو غريب، انا اللي قاهرني انانيتها. ايه انانيتها، ليش عم تطلع فيني هيك؟ حرمتني من شيء وراحت عملته هيك. ما بكون تفهموا علي تصطفلوا. معلش مدام، بدنا نستوعب، ما عندنا غير هالحل. بعرف انا كل المعتمدة عليك بهالموضوع، ما حدا حيرجع لطبيعته الاولانية غير انت. توكل يا الله، ما تفكر. ما حدا فينا بالحياة بيخلق وبيختار مين اخو ومين اخته. هلا رامي اخي، بس هو متربي بطريقة غلط، شو اعمل له؟ يعني والله انا اسف يا استاذي، بس ما فيني اتحمل شوف حدا عم يتصرف معك بهي الطريقة وما اتدخل. منيح اللي لحقتك وقلت لك انه اخي قبل ما تروح لي يابش يضرب. لا شو روحه، الله يسامحك يا استاذي، يعني انا بس كنت بدي اعلمه شلون يحكي ومعك تحديدا. ايه بس انا قويه وقت حالي، يعني ما تشوفني هيك فراطه بالمره. حتى لو كان. طيب ماشي، هلا هو جاي مشان ياخذ ماما على البيت، قوم انت وارتاح. ماشي استاذي. بدك مني شيء؟ ايه بدي تأمريني امر. بدي تبطل تقول الاستاذه بالمره. والله صعبه ما بقدر. كرمالي زياد حاول، يعني ليكني هي انا بقول لك المعلم زياد. شو المعلم زياد؟ بتطلع تقيله، اما زياد لحاله هيك بتطلع نغشه كثير على القلب. اصبح بتصير بتناديني مزح. ايه والله صعبه بس بحاول، بوعدك اني حاول.
100 يازول لقيت صفي للسياره. ولا يهمك تفضلي. ريان رامز تعبان كثير لازم نوقف معه. وانا شو دخلني؟ انت اللي دخلي. بس مثل ما بتعرف انا ورامز انتهت علاقتنا من زمان. بس ما تنسي انه هذا ابن عمتك الوحيد ورامز ما قاله الا انت وانا. يعني احنا لازم نوقف معه ونطلعه من هاي الكآبه. بعدين من واجبك توقفي معه بحق هالقربه اللي بينك وبينه. بجوز معك حق. ريهام انا خايف رامز يفوت عن جد بحاله الكآبه. ساعتها رح يكون موقفنا صعب ودورنا بانقاذه صعب كثير اذا ما كان مستحيل. أنا شو المطلوب مني بالضبط؟ مطلوب منك تزوري وفورا. ماشي. بس بشرط منروح على المشوار انا وانت سوا. يلا قومي. طول بالك طول بالك شوي. شو رايك نشرب فنجان قهوه على رواق نحكي لنا كلمتين وبنقوم؟ طيب بامرك اذا بتريد. خي عن جد هلا الواحد بحس بالدفى. اهلين والله ببنت الحسام. اهلين ببعضنا. هاتي لنشوف احكي لنا قصتك من اولها. يعني أنا من أول ما عرفتك عم بسأل حالي شلون بنت من الشام وساكنة لحالها ببيت أجرة عم تدرس فيه؟ قولي على هالعلقة. هلأ لا تتهربي وتعملي لي قصص، احكي. طيب مثل كل هالناس عندي عائلة، أب وأم وأخوات شباب وبنات. ومثل ما دريتوا أبي تاجر كتير كبير بالبلد، يعني محشة مصاري. أهلي جماعة متدينين كتير، بس الشي اللي ما كان يزبط معي انه كيف بيكونوا ناس متدينين كتير وبنفس الوقت مصاريهم بالحرام. كل مصاري اهلي غش بغش، وانا بتعرفوني ما فيني اسكت عن شي. ما بدي اشرح لكم القصة وفوت بتفاصيلها. المهم ابي كان كتير يكرهني لاني دائما كنت ذكره بالشغلات اللي هو بده ينساها. كيف كنت تواجهي؟ كنت واجهه بكل شيء، ما كنت خلي شيء ببطني. ومثل ما كن شايفين تركت البيت وجيت استأجرت هون وعم اشتغل واصرف على حالي مصاري حلال. عم اتعب ايه بس ملحقة على دراستي وعلى شغلي وانا هيك كتير مبسوطة. طيب حدا بيترك العز وبيعيش بهالبهدلة؟ قلت لك انا ما باكل بالمصاري الحرام، انا هيك كتير مبسوطة. بس صدقيني الذنب مو ذنبك، يعني ابوكي هو المسؤول عن كل شيء قدام رب العالمين. انتي واخواتك ما عليكم ذنب. واذا بقول لك انه كلهم عرفانين القصه كلياتها وما حدا حاكي شيء؟ لا انا حاسه انه هي عملت الشيء الصح. انا رايي من رايك. برافو عليكي. حاجه جد بيبلو. كيف صرت؟ تمام ماشي حال فوت. لحظة لحظة معنا ضيف. مرحبا رامز. لك شبك؟ آفي تفضلوا. ايه تفضلوا طبعا تفضلوا. شرفي شرفي. سلامتك. شكرا. لك شبك رامز؟ ليش هيك قلب خلقتك؟ شو صاير عليك يعني؟ ما في شيء. ليكون مضايقة وجودي.
لو فردها شوي. أنا ماشي. ريهام أرجوك انتظري. أنا ما بدي حدا يشفي علي. أنا جيت لهون يا أستاذ لحتى أعمل مثل ما بيعملوا الناس الأكابر يلي بيفهموا، مو مثل ما أنت متوقع. يلا معافى بخاطرك. ريهام استنى شوي، بدي اياك تعرفي انه انا ما كان قصدي لا اخذلك ولا اتخلى عنك. رامز ما في داعي لهالحديث. لا امبلا في مناسبه وهلا بدك تسمعيني. ريهام انت بتعرفي انه انا بحبك، وبتعرفي انه انا رح اضل احبك، بتعرفي كمان انه انا ما فيني اعيش بدونك. بس الظروف فعلا كانت صعبه. عن اي ظروف انت عم تحكي؟ الظروف الصعبه والقاسيه اللي عم تحكي فيها ولد صغير بيقدر يواجهها. لا ريهام هيك انا بزعل منك. عن جد في ظروف صعبة وعن جد في عليه ضغوطات كتيرة وانت ما بتعرفيها. ريهام أرجوك قعدي. لك خلصنا بقى انت وياه، والله العظيم حاسس حالي فيلم مصري قديم. خلص روح سوي لنا شغلة انت. تفضلي عدي ريهام خلصونا. يلا على السريع. يلا شرف هلا وصلني على سيارتي. مو لو مخليني اطلع فيها من الاول كان احسن لك من الشنطة هاي. ليش نجيب سيارتين؟ وفرنا عليك شوية بنزين. إذا رح تضل تعطيني محاضرات عن علم الطاقة رح أعملك شوفور تبعيها. تكرم عينك خانوم، تفضلي. يلا شرف. زين شو فادي؟ شو؟ خطر لي خاطر. خير ان شاء الله. شو رايك بدل ما توصلني على البيت تاخذني على اقرب محل ورد؟ ليش في مريض ثاني بدك تزوري؟ لا بس بدي روح عند عمتي شهيناز، بدي بارك لها بزواجها. عن جد عم تحكي؟ ايه طبعا. ليش هيك تفاجأت؟ لانك فاجأتيني، انت فعلا بنت غريبه. بس برافو عليكي، هي مبادره كثير كويسه. لسه اذا بتقنعي رامز يروح لعند امه ويتصالحوا وياها بتكوني عملتي زينة العائلة. لحظة لحظة شوي، شو بتقصد بهاي بنت غريبة؟ لأنه كل مرة بشوفك شكل، مرة بحسك بنتك مالك سألة عن شيء، ومرة بحسك بنت عملية وعم تبادري. يا سيدي أنا كل هدول ووزعهم كيف ما بدك، بس خفف لي هاي المسائلة. هلا لا تزعلي، عم أقول لك أنا كيف بشوفك بصراحة. إي ما زعلت، هلا أنا بعرف حالي أخي. سويعاتي مثل ما بيقولوا، بس طال على ابي شو بدي اعمل جينا. ها ليك هي محل ورد. يلا ثواني ما رحت. سهلا. مرحبا. شو هالمفاجأة الحلوة؟ تفضلي. ميرسي، بس ما جيت بوقت ما له مناسب. بالعكس البيت بيتك، أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. يا شاهيناز تعالي شوفي مين عنا. كتير حلو البيت. الله يسلمك، ميرسي كتير، أهلا وسهلا فيكي. ريهام أهلين عمتي، كيفك؟ مبروك. شكرا حبيبتي، شكرا. عزبتي حالك، تفضلي سري. ليش عزبتي حالك؟ ولو ما في شيء من قيمتكم، المهم انتو كيفكم؟ ان شاء الله قضيتوا شهر عسل حلو. شهرين شهرين عسل. لك ان شاء الله كل ايامكم عسل. ان شاء الله عقبال عندك يا رب.
الحقيقة إنك بنت أصول وعقبال ما نفرح منك. السلام عليكم. أهلين سليم. أنا شريكه للمعلم زياد بالورشة، اسمي شيحة. شرفنا معلم شيحة. والله بدي أطلب منك طلب بس ما تضحك. لا يا زلمة تفضل اطلبه. بدك تعلمني السواقة. هلأ أنت مكنسياني عن جد؟ شو سكافي حافي؟ علم أنا قصدتك صارت عندك، بدك تعلمني لما لقاه؟ بعلمك بس هلأ ما في وقت، شو هي الشغلة كلمتين؟ لك أخي أنت قلي بس كلمتين هذا هون هذا هون وأنا فلهوي على كيفك بالقطع. طيب شوف لقلك، هاي الدعسة اللي على اليمين هاي البنزين. بنزين. والدعسة اللي بالنص هاي الفرام. فران. والدعسة اللي على اليسار هاي الدبرياج. مشي. بعد ما تدق المرش بتدعس دبرياج وبتضلك داعس، وبإيدك بتركب أول وبتدعس بنزين وبترفع رجلك عند الدبرياج شوي شوي. فهمت علي؟ هاي سهلة تماما. زين حطني محلك لجرب نزيل. لا بدك تسمح لي بهاي. شو علمناك السواقة؟ بدي أعطيك شهادة كمان. شو بدي فيها الثانية؟ أساساً أنا شيحة، بتعرف شو يعني شيحة؟ يعني إذا بدعسوا لشرطة المرور ما بسترجي يحكي. روح انصرف. فحل. ولا مرة شفتها. قولي مواعيدي غير مواعيدها. بضل واقف 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 ما بشوف غير هذا الاختيار عبد الباري. مو معقول قد شايف حاله. معلش بابا معلش. بالله يخلينا نطول بالنا. وليه عم تحكي هيك مسكنة؟ من بكرة طالع لهم ولاطينهم طول الوقت قدام الفيلا. أصلا بكرة ما عندي مدرسة وسيارة معي. بضل قاعد لحتى أشوفها بدل ما شفتها. بركي بيجي باخدك تروحي تشوفيها. ولك بدنا نخلصنا القصة بقى. ماشي. بكل الأحوال أنا صار لازم أقوم سكر الصيدلية. طيب بابا يلا بساعدك بالتسكير انا ومروح نتعشى سوا. يلا يلا. شكرا. اهلا وسهلا. تفضل. يعطيك العافيه حبيبتي. يعافيك. بتريد شي ست فريد قبل ما اروح على البيت؟ لا حبيبتي روحي لاولادك روحي. خالة يعني أنا آسفة على تدخلي بس أنت لأمتى رح تضلي مكتئبة وحزينة ولابسة الأسود؟ يمكن لآخر يوم من عمري. إيه بس هيك مو منيح يعني هالقليلة مش هنقيس. ليش زعجه الأسود؟ هو أبداً ما حكى شي بس أنا متأكدة هو قد ما بحبك رح يزعل كتير إذا أنت رح تضلي هيك. أنا من حقي أزعل على أخي. أخي اللي عشت كل عمري أنا وياه. رشاد مو بس كان أخي. كان رفيقي وصديقي. كان شريكي بالحياة. لو تعرفي يا شيرين قديش واقف مواقف نبيلة معي. تصوري. حارب العيلة كلها لما كنت بدي أدرس وكمل دراستي. رجع حاربهم مرة تانية لما صرت بدي اشتغل. وقفوا بوش أبي لما كنت بدي. كان هو بده يجوزني لواحد أنا ما بدي إياه. ابن رفيقه. شو بدي أحكي لأحكي. خالقنا بدي أسألك سؤال. انت ما ندمتي لانك ما تجوزتي؟ بتصدقي اني ما فكرت بهالشي ولا مره؟ يمكن لانه قضيت كل حياتي مشغوله وقتي معبى ما كنت فكر بهالشي. بس اذا قصدك مشان امومتي
الله كبير. بعت لي قيس زين حياتي وملاها. تصوري كنت احيانا انسى انه قيس انا متبنيته وكفلانته. اقعد مع رفقاتي مع النسوان يعني نقعد مع بعضنا ونحكي. قلوا لما خلق قيس وقبل ما يخلق قيس ولما فطمت قيس ولما كبر قيس احكي عنه وكأنه ابني عن جد. كنت نسياني الحقيقة على الآخر. بتصدقي؟ يمكن عمو رشاد الله يرحمه كمان كان يحس نفس الشيء. ايه بس حبه أكتر لما كبر وصار شاب. لا تقولوا لي تأخرت لأنه عن جد مو طبيعية الزحمة بالبلد. يا جماعة السيارات ما عم تمشي ولا سنتي لقدام. حاجة هلا بلا هالسيرة، هلا بتصد نفسنا عن يلا أنا رح أحضر لكم سفرة. جهزي لي حالك بعد الأكل، في عندك قلب بالطاولة لأنه يا لطيف شو واثق من نفسك؟ اللي بسمعك بصدق. ماشي أنا موافقة حألعب معك بس عن شرط. شو هو؟ انت قول. خطبة ما في غيرها. شلون يعني؟ يعني يا ستي يا لعيبة انتي، اذا انا ربحت فمنساوي الخطبة بأقرب وقت ممكن، واذا انتي ربحتي بيمشي رأيك. فشو قلتي؟ قوموا غسلوا ايديك والاكل صار جاهز. صباح الخير. صباح النور حبيبي. كيفك حبيبتي؟ تمام. ليش هيك متضايقة؟ شو في؟ موضوع ريهام ما هيك؟ احكي حبيبتي احكي. قولي كل شيء في بقلبك، يلا شو؟ متضايقة كثير يا سميح وحاسة حالي خجلانة بشكل مو طبيعي. يعني هي الوحيدة اللي اجت باركت لي ومن قلبها وجابت لي ورد بعد كل شيء عملته فيها. مايك حق مايك حق. بس ريهام قلبة طيب وما عندها شيء ضدك. بس أنا غلطت بحقها كثير. إذا هذا الشيء هو اللي همك عن جد كل شيء بيتصلح. كيف بده يتصلح؟ كيف؟ ريهام ورامز تركوا بعضهم وعبد الباري ما بقى يطيق يشوفني وأكيد ما رح يوافق إنه يتجوزوا. كل شيء له حل. في ألف طريقة لتعود الأمور طبيعية، صدقيني. يا ريت يا سميح، يا ريت. هاي دادي. أهلين بابي. الأزمة المالية كل مرة عم تتفاقم، شي مثل جنان. بالله؟ مين كان بيصدق بنك ليمان براذر يفلس؟ المهم شركاتنا نحن ما تنأذى بابا. لا بابا، نحن أمورنا المالية منيحة كتير، بس هذا بيأثر على الشركات اللي عم نتعامل معاها بالخليج، وبآن واحد يعني بيأثر على حركة السوق والاستيراد والتصدير. شو وين ماما؟ قال رفيقتها معلمتها على أكل طليانية جديدة بدها تجربها فينا. أيوة شي حلو كتير. دادي؟ يا حبيبتي. بدي اقول لك على شغلي، بس توعدني انه ما بتزعل مني. ليش انا بقدر ازعل منك؟ تقبرني ان شاء الله. انا مبارح كنت عند عمتي وباركت لها بزواجها. غلط، كان لازم تخبريني قبل ما تروحي. يا دادي هاي اختك، يعني شيء كتير عادي انه روح بارك لما هي عمتي بالنهايه.
بعدين شو المخلوقة يعني تدفن حالها بالحياة إذا جوزها توفى؟ شو فيها إذا تجوزت؟ لك ابنها صار شبه على وش الزواج وهي دايرة تحب وتعشق وتتمعشق. دادي طول بالك، والله ما بيسوى هيك، هدي أعصابك شوي، بعدين هاي بتضل أختك، والله وقت الجد مالكم غير بعض. تقبرني دخيل هالوش، تسلمني أنا روح. شو بكم؟ ليش أصواتكم طالعة؟ الخانم راحت لعند عمتها تهنية بالزواج. ايه والله ما عملت شيء، بس رحت باركت لها بالزواج هي وعمو سميح، فتت قعدت تغديت ومشيت. ايه طيب ما فيها شيء يعني شاهيناز بتضل منا وفينا عبد لازم يصفى قلبك تجاهها، ما بيصير هيك. شيلونا من هالسيرة هلا قوم لحتى نتغدى. يلا يلا ماما يلا. نايمة. نايمة عليك. لا تنامي قبل ما تنشفي شعراتك. لا بدي نام دغري تعبانة. صباح الخير. وانتي بخير. انتي من أهلي. ما صار شيء. قال لي إنه بكرة هو بده يروح على الفيلا، رح يستناها وبس يشوفها رح تطلع بده يدق لي لروح أنا أشوفها. وفادي شو أخباره؟ ليكي سلام، فادي بيعرفون كتير منيح للجماعة، وكل المبررات اللي عم يحطها ما عم تفوت بمخي. يعني بكره بدي له تليفون وبتقلي له يا اما بياخدك لعندهم او بجيبهم لهون، اذا ما قبل بتقلي له انه ما عاد بدي احكي معك وما عاد بدي احبك. هلا بلغ لازا. لا باينتك بتحبي. بتحبي؟ خلص خلص خليكي ما عاد احكي شيء. بس انا برايي انه تخليني اتدخل مشان هو يصارحك بكل شيء. لا البنت بتحبه، واذا بيقول لها بحبك حتسلط بالارض. ها ايه خلص تمام. لا لا ابدا، هلا انا مبدئيا ما عندي مشكله يعني، بس بفضل تخبروني قبل بوقت يعني، بس مشان اعرف كيف بدي ارتب مواعيدي. اوكي شكرا. شكرا كثير على عيني. شكرا. هلا باي باي. مع السلامه. باي باي. مين هاد؟ امي هدول اذاعه المدينه اف ام، عم يقولوا لي انه بس الغنيه اللي غنيتها تبع خالي رشاد تبع الحفله عرفتيها؟ ايه. قال مو معقول شو عامله ضجه عند الناس والعالم. عن جد؟ الله يا امي عن جد ماني مصدق. احذري شو قالوا لي كمان. شو؟ قال انه هن كثير كثير حابين يعملوا معي لقاء على الهواء. يا الله يا جد ولي مصدق وحياة الله. يا الله يا قيس يا الله شو حلو هالخبري. يا رب يا رب يا رب يتحقق كل شيء ببالك. يا رب يا رب يا رب. يا لطيف يا لطيف على هالدنيا، انت ما عرفت تلاقي اهلك وانا ما عندي عيلة. كان عندي شوية أمل راح لما مات خالك رشاد. يا الله منك يا أمي. أمي مشان الله ما بقى عندك غير هالسيرة، قسما بالله وجعني قلبي. شوف قيس حبيبي، بدي أقول لك شغلي، أنا بزماني كنت حابة واحد كتير بس ما دافعت عنه، راح مني. ما بدي إياك يصير فيك مثل ما صار معي. طالما انت وشيرين متفاهمين بتحبوا بعض فليش ما تتجوزوا؟ بعدين امي بعدين، يعني كمان والله الجواز ما له شغله سهله. شو سهله معنا سهله؟ اه الا اذا انت مفكر تتركها لشيرين. لا اعوذ بالله شو اتركها، والله ما صدقت انت لقيتها. طب شو مستنين؟ صدقني يا قيس، كل هذا الوقت عم يضيع من عمركم، بعدين بكره بتتعودوا انه كل واحد لحاله، واذا وصلتوا لهون معناتك كل هذا الحب اللي بيناتكم مات. امي والله العظيم كلامك مزبوط، بس يعني كمان انا يعني لازم اسس حالي منيح بالاول. شو تاسس حالك؟ انت كل شيء عندك مؤسس خالص، هذا ما له عذر. قيس حبيبي شايف هذا الحب اللي بيناتكم كلياته بلا طعمه اذا ما كنتوا عايشين مع بعض شراكه. بتعرفي امي بصراحة أنا فكرت بكل كلام اللي أنت كنتي عم تقولي، بس ما بعرف يعني
أنا عم حس حالي ما عم بقدر أتجرأ لأخذ هاي الخطوة. طيب حكيت أنت وياها بهذا الموضوع؟ هلأ يعني نحن حكينا بس بين الجد والمزح. معناتها شو رأيك تعزمها على شي مطعم؟ أنا جاي على بالي أحكي معها. اختاروا المطعم اللي بدكن إياه. ولا قلك أنا رح أخذكن على مطعم غالي على قلبي كتير. اللي يعني عن جد قررتي إنك تطلعي من البيت؟ إذا بتقبلوا عزيمتي رح أطلع. لا إذا هيك القصة خليني أتصل فيها فورا. يلا. أهلين دكتور. أنا ما بدي أخذ من وقتك كتير بس من شان موضوع ريهام أنا صار لازم شوفها. يعني حتى شو ما كانت الظروف ما بتتخيل قديش الموضوع عم يضغط علي. طيب ماشي خلص خلينا نلتقي اليوم ومنحكي. معلش دكتور أنا ما بدي نقعد ونحكي، بدي أشوفها لريهام. بس أنا بدي أحكي، عندي حكي كتير لازم أحكي اليوم العصر. أنا عندي صيدلية. سلام، بدي أشوفك بعد ساعة وبنفس المكان إن شاء الله. خير حبيبي. عم فكر اليوم روح لعند شاهيناز وبارك لها. شو عم تحكي انت عبد؟ لازم روح، موضوع ريهام قلقني كتير، خايفة اختك ترمي لها شي كلمة هيك ولا هيك. صدقيني ما بتستر شي حتى لو كان، انا بدي طمن بالي. طيب روحي بس انا ما لي علاقة وبديها تعرف على انه انا ما عندي خبر. مثل ما بدك. وين ريهام راحت؟ لا تعبانة شوي. خير شو بقى؟ لا 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 تشغل بالك ما فيها شيء. مبارح ما قدرت تنام منيح بالليل، يمكن تنزل الدور. شافت رمز مبارحة؟ سألتها قال هو ما له علاقة، بعدين هي شالته من بالها. منيح، في شيء تاني؟ لا سلامتك. أنا ماشي، فهميها لشهناز أنه أنا مالي رضيان نهائيا عن اللي عملته ولا رح برضه. الله معك، مع السلامة. عن جد هيك سويتي؟ ايه لا لا. طب وينك؟ تعي كفي لي نصها عندي، حشت العيلي قلبي، تعي على البيت يلا ناطرتك باي. شو بتقر هالبنت؟ مامي في حق جاي تفطر عنا هلا. مثل ما بدك حبيبتي. خير شوفي.
اليوم رح روح لعند عمتك مشان بارك لها. عن جد؟ كتير منيح. طيب ودادي؟ قلت له هلا هو عنيد شوي بس انا طالعت له طلعها، بس احلى صفات اخذتها منك انت يا اشقر، يا حلو انت. تبري قلبي انت اخذه احلى شيء من الدنيا كلها. الله ما يحرمني منك يا رب. الله يسعدك. حاجه ملح، حاجه ملح. شكرا. انت ما عم تاكلي منيح؟ لا امبلا ما عن جد دوقي من هي، كثير كثير طيبة الأمي. حلو شغله هالمطعم. بدك هي شو حدا؟ كثير حلوة. عن إذنكم شو؟ شوف ماما هلا بس ترجع افتح الموضوع مع أنت وأنا بكمل الباقي. طيب ماشي. ولا إلا بلا ما تحكي أنت، أنا رح أحكي. ليش عم استنى؟ أمي حيرتيني ها. يعني بدك يعني احكي معه ولا ما احكي معه؟ هلا يا بتحكي شيء مفيد يا اما بلا ما تحكي. طيب خلص خلص يا جماعة. صحة. كني ما اكلتي على فكرة. بتعرفي امي؟ والله لذيذ هالمحل. حبيته؟ عن جد كثير حلو ما؟ انت من زمان بتعرفيه؟ من زمان. ايام العشق والغرام. كنت اجي لهون انا واللي حبه على طول، بس كل شيء فيه تغير، حتى الناس تغيروا، بس لساتني عم حس وعم شم ريحه هذيك الايام. ايه خاله وشو صار بحبيبك؟ افترقنا، الظروف حرمتنا من بعض. بتعرفي كل ما بتذكر هذيك السيره خاف عليكي انت وقيس. من شو؟ خايفة تفترقوا، يجي يوم تندموا. خليني احكي دغري، انت وقيس مو صار لازم تتجوزوا بقى؟ ايه خالة بس لسه بكير على الزواج، يعني على شو مستعجلين؟ شيرين هلا ولا بعدين نحن لبعض، فانه ليش لحتى نأجل؟ ايه بس بصراحة يعني شايلة فكرة الزواج هلأ من بالي. ليش؟ أعطيني سبب واحد لحتى أقلك إيه أو لا. شيرين ماما معها حق، يعني كل الوقت اللي عم بيمر هو بالنهاية وقت ضايع من عمرنا، فإنه ليش نحنا يعني لحتى هيك نأجل القصة؟ شو بكي سكتتي؟ عن جد أعطيني سبب واحد. شو اللي بيمنعك من الزواج؟ عجيب، كل البنات بس يخلصوا دراسة أول شغلة بيفكروا فيها هي انه يتزوجوا ويستقروا. شو المانع حبيبتي؟ هلا نحن ما بدنا نضغط عليكي، بالنهايه انت حره، بس لازم تعرفوا انتوا الاثنين علاقتكم هي لازم تاخد شكل اجتماعي مقبول، ما بصير تضلوا هيك. طيب خلص انا رح احكي مع اهلي. يعني فينا نقول مبروك؟ الله يبارك فيك. هيك ها. لك مبروك إلك يا أحلى أم بالدنيا كلها. حبيبي أنت. هلا صار عنا قبلية ناكل، يلا. إيه يلا. يعني عن جد انتي وحده جذبه، لك في حدا بيعمل عملتك؟ يعني واحد من الباب للطاق جاي اللي بدي اتجوزك، لا حب ولا خطبك ولا حتى معرفه. يو بتقومي بتبعتيه لعند اهلك؟ بعدين شو بدك تقولي له؟ وبلكي بعدين هيك يعني مشي الحال وقالوا اوكي عليه، شو بتعملي؟ يتجوزوا هن. ايه بس ما حلو هذا المزح هيك. هلا هيك واحد بده هيك مزح. بعتلك حمش وخمس. Thank you.
ألو. إيه بابا. شو؟ علي صوتك شوي، ما عم بسمعك. عن جد؟ أنت عن جد عم تحكي؟ إيه. ماشي تاخذني. أنا بالشام القديمة. يلا. باي. بابا شافها لريهام وهلأ جاي ياخذني لروح شوفها. بس نحن اتفقنا انه بكير. ممكن بكير، بس انا جيت اليوم لشوفك لحتى نحكي بهذا الموضوع. كان قلبي حاسسني انك بدك تعملي شيء من ورا ظهري بهي القصة. ليش انا شو عملت؟ انا كل شيء بدي اياه انه اشوفها، بس شوفها حتى ولو من بعيد. بس نحن اتفقنا على موضوع ريهام بالكامل، واتفقنا انه انا نقي الوقت المناسب. ولا نسيتي؟ لا ما نسيت، بس ما في داعي نأجل اكثر من هيك. رح روح معك. ماشي، بس شو بدي قله لبابا اذا شافك؟ قلي له هذا حبيب قلبي. تخيل هيك قله. انا رايي قله هيك الحكي بصراحه، لانه اول عن اخر هو رح يتعرف عليك. ما ما سوي العمر التقينا وافترقنا وما حكينا، شو تذكرنا وشو ما نسينا. She might.